في لفت التقدير وعرفان أقامت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون أمسية بعنوان الثقافة والفنون في حضرة البدر، واللي هدفت لتخليد ذكرى الراحل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن رحمه الله، واللي كان أول رئيس لمجلس إدارة الجمعية. خلونا نتابع التفاصيل مع زميلتنا عهود النفاعي في التقرير التالي. وليلة كانت الفرقة. الأمسية لمحة من المدرسة اللي هو بدر بن عبد المحسن الله يغفر له، وهو سيد الجميع وسيد الشعر وسيد الفن كذلك بالرسم، وشيء في حقه المغفور له بإذن الله ويستاهل الله يرحمه ويغفر له، وما قصروا في حقه وانتم ما قصرتوا جميعا، وليلة استثنائية إن شاء الله تذكر لعمرها إن شاء الله. كولده كان عندي الأفضلية ولله الحمد أني أكون معه في مجالس مقفولة، ففي يوم من الأيام قررت أسأله أنه نصيحة لشاعر مبتدئ، ولكن أنا ماني بشاعر، بس وش تنصح؟ قال لي الحين الصورة معنى جديد، قال القصيد معنى جديد وصورة. قلت له وشلون؟ ما فهمته. قال أنت ترسم لوحة بكلامك، لازم تبين اللي أنت تشوفه بكلامك عشان اللي يقرأ ويسمع يعرف وينك حاطة. وطبعا هذه لمحة من المدرسة اللي هو بدر عبد المحسن الله يخرج. غير كابن، كإنسان حاضر مجالسه، كان كريم وكان محب وكان منحب وكان يحب الجميع كلهم، وما نستغنى عنها بولا شيء، وحنا كعيال نقول إن شاء الله ونطمح نكون مثله الله يغفر له. الأمسية كانت جدا رائعة وكانت مختلفة عن كل ما توقعت، ولفتني مشاركات أصحاب السمو الأمراء والإخوان، كانت جدا عاطفية وجدا حميمية وقريبة للقلب يعني، وشرحت كيف الأمير بدر مش مجرد شاعر يعني، ووصفت كيف الأمير بدر إنسان وكيف إنه صديق وأخ وأب وإنه أكثر من إنه مجرد شاعر وما يظهر للعامة. أبيض الله وجيههم، وأنا ودي أشكر جمعية الثقافة والفنون والجميع من قام على هذه الليلة، وأخص بالشكر الأميرة هيفاء عبد المحسن على إضافتها الشخصية لهذا الحفل. ولكن تسألني أنا عن رأيي الشخصي، يعني أنا شهادتي في الأمير بدر مجروحة أكيد، فالأمير بدر جدي وأنا علاقتي فيه قريبة جدا يعني، وأذكر أنا بس ودي أني أقول مثلا موقف حصل لي أنا مع الأمير بدر، أنه في أمسية ومض أنا طلبت منه أني ألقي قصيدة، واخترت قصيدة كثرة عذاريبي لسبب آخر بيت فيها اللي يقول عن نية الجود صعب اليوم تجنيبي، من قيل ذا النجم جدك غصب يا سريبة. الأمير بدر كاتبها في جدة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وأنا قلتها في الملك عبد العزيز وفي أبوي بدر الله يسكن الجنة. أعتقد اليوم نسترجع إضاءات في حياة البدر، حياته الجانب الإنساني في قصائده في شعره في الأغاني، واليوم أيضا احنا يمكن نفرق بين من عاشر وتأسيس البدر، لأنه هو أول رئيس مجلس إدارة، هو المنصب الوحيد الذي يعني تقلده صاحب السمو الملكي الأمير بدر رحمة الله عليه. سعيدين بهذا الاحتفاء، شكرا لكل الحضور. أعتقد إن شاء الله أن اليوم يعني سيكون هناك استمرار لوجود مخرجات من هذا اللقاء، وهو وفاء للبدر إن شاء الله نعلن عن مخرجات هامة إن شاء الله أثناء الانتهاء من هذه الندوة. طبعا أنا في قمة السعادة أن منحت هذه الفرصة في أني أشارك في مناسبة سمو الأمير بدر بن عبد المحسن رحمه الله وغمد الله روحه بالجنة. طبعا أنا راسم له لقصيدة فوق هام السحب ولقصيدة لليلة أحبك ولهذه اللوحة، فأنا سعيد أني شاركت في هذا المعرض، في نفس الوقت سعيد باهتمام قناة الخليجية بالفنانين والمبدعين. فما طبعا كل الشكر والتقدير للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون على هذا التكريم للشخصية الرائعة لصاحب السمو الملكي الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن. كثير طبعا تأثرنا بوفاته، والجميل أنه يتم تخليد ذكراه دائما، شخصية محبوبة، كلمة محبوبة ومسموعة، وأيضا يعني تلامس القلب، فأقل ما يحصل هو طبعا تخليد هذه الشخصية الرائعة.